السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم غريبه المعلكه بالكوكو وكاوكاو. نتمنى الشكل ديالها يعجبكم. تجي بصراحه معلكه ورطبه نتوما كيف ما تتشوفوا، تجي غزاله في المنظر، تجي مشقه. طلبتها مني واحد الاخت، نتمنى انها تفرج في الفيديو. انا لبيت لك الطلب ديالك الاخت اللي بغيتي غريبه المعلكه. مقادير بسيطه وتتخرج كميه كثيره، نتمنى منكم انكم تجربوها. نمشيو دابا على بركه الله نوريكم الطريقه والمقادير اللي غنحتاجو في هاد غريبه. ان شاء الله غادي نقول لكم المقادير اللي غنحتاجو في هاد غريبه المعلكه. غنحتاجو عندي نص كيلو ديال الكوك ونص كيلو نتاع كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو محمره غير نص تحميره، هانتوما هي تلقى تحيد لكم القشره، خليوها هكا بيض ما تحمروش بزاف. كاوكاو هذا الصغير البلدي غنحتاجو مربع ديال البيضات حتى لخمسة. غنحتاج 200 غرام ديال السكر سنيده، قبيصه نتاع الملحه، كاس ديال الزيت والزبده مخلط، معلقه كبيره نتاع الناباج، معلقه كبيره ديال المربى المشمش، ومعلقه صغيره نتاع الفاني. غنحتاجو 3 ديال الخمارات حمر وشاشيه وحده نتاع الكاكاو. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو فهاد غريبه. دابا غادي نطحن هاد الكاوكاو ونخدمو ان شاء الله غريبه نتاعنا. هانتوما كيفما تشوفوا كاوكاو انا طحنتو، انا طحنتو بقشور وخليوه بالقشور ديالو، غير مسحوه فاش بغاو تحمروه نقيوه ومسحوه، ضروري تمسحوه مزيان من الغبره اللي تتكون فيه وديروه في الفران. غير تشوفوا القشره ديالو، تشوفوا بدات يصفر شي شويه حيدوه، حيت الا حمرتوه غادي تجيكم غريبه، ما تجيكمش معلكه، غادي تجيكم ناشفه ودغيا غتيبس. اول حاجه غادي نديرها ندير قريصه ديال الملحه، بسم الله، نجيب معلقه وغادي ندير معلقه كبيره نتاع الناباج. نعاود معكم المقادير بالنسبه اللي ما سمعوهمش معايا من الاول. غندير معلقه صغيره ديال الفاني، وغندير معلقه كبيره نتاع المربى ديال المشمش، وغندير 200 غرام ديال السكر سنيده، من الاحسن تكون رقيقه، وغندير الكاكاو، وغادي ندير كاس ديال الزبده والزيت مخلطين دايبين، نخليوها حتى تبرد. وغنبدا نضيف البيض. الطريقه ديالها ساهله دغيا دغيا، ان شاء الله تخدمو غريبه ونتيجتها مضمونه ان شاء الله. غادي ندير ربعه البيضات وغنخلي الكوك هو الاخر، ما غاديش ندير الكوك هو الاول، غنبقى نضيف الكوك شويه بشويه. شحال ما هز ليا انا عبر نص كيلو، وانا غنقول لكم شحال دخلت بالضبط. غنبدا دابا على بركه الله، بسم الله، نتوما كيف ما تشوفوا ضروري تخدموا كاوكاو هو الاول على المقادير، وتخليوا الكوك والخمارات هما الاخرين. هانتوما كيف ما تشوفوا إذا كان البيض كبير
ديروا غير 4، الا كان صغير ديروا 5. انتما كما تشوفوا حتى يتخلط داك الكاكاو مع الناباج والمربى. دابا غادي نبدا نضيف الكوك شويه بشويه ونضيف الخمارات. دابا غنبدا نضيف الكوك، ما نديروش دفعه واحده، غندير غير نص الكميه، ونضيف معاه خمارات كما قلت لكم 3 خمارة حمراء. بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه تيقولوا لي شنو هي الخماره، هي البيكين باودر، نتوما تقولوا لها البيكين باودر، حنا تنقولوا لها خماره حمراء. وغنبدا ندخل، مازال عندي بيضه، ندخل هذا الكوك ونخلي ديك البيضه حتى نشوف واش نزيدها ولا لا. تنظن بانني غنزيدها، والكوك الا كان عندكم غليظ من الاحسن طحنوه، ولا كان داك الرقيق بلا ما تطحنوه. انا غنزيد هاد البيضه 5 حيت عندي البيض صغير شويه، ضروري تخدمها مزيان. كنبقى كنعكها. دابا ما غنزيدش الكوك، هانتوما راه ما كملتش الكوك كامل، تقريبا بقات شي 150 غرام اللي بقات من ديك 500 غرام. داكشي باش قلت لكم دائما تخليو الكوك هو التالي، حيت كاين الكوك اللي تيشرب ما يمكنناش نديرو 500 كامل. انا نبقى هكا تنعركها، نعاود نتلاقى معاكم. هيا من بعد ما جمعتها نتوما كيف ما تشوفوا، انا درت هنا في هذا الاناء سكر كلاصي. ضروري يكون سكر كلاصي سبيسيال، بالنسبه للغريبات خصو ضروري يكون عندكم سكر كلاصي سبيسيال. انا درت ضروري ديروه في شي اناء غارق وديروا كميه كثيره. عندي هنا شويه ديال ماء الزهر، غنبقى ندير بحال هكا ندهن يدي بماء الزهر. بالنسبه للحجم كل واحد يدير الحجم اللي يبغى، انا ندير هذا القياس هذا وغنلوحها سكر كلاصي. نتوما كيف ما تشوفوا مابقاش ندير غير وحده ونديرها في اللاطه، حتى ندير واحد الكميه. بالنسبه للعبار انا راه عندي في يدي، بالنسبه تيكون مولف تيخدم ديما تيكون عارف العبار. نخدم معكم واحد شويه، ضروري سكر كلاصه سبيسيال شحال من واحد يتشكى، لان السكر ما تيبقاش لاصق له في غريبه، تديروا سكر كلاصي عادي. بالنسبه لي ما عندوش سكر كلاصي سبيسيال، يمكن له يدير سكر كلاصي العادي ويزيد معاه شويه ديال مايزين. انا غادي نوريكم، المهم تبقى غدا هكا حتى ندير واحد الكميه كثيره، نوريكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وتندير لهم بحال هكا، نتوما كما تلبسها مزيان بالسكر كلاصي، وتنبقى نهز نتوما كما تشوفوا، وتندير فوق منها السكر بحال هكا، وتنضغط هكا بصبعي ونحطها هكا في اللاط. نتوما تنخلي لها السكر فوق من وجهها كثير، وتنضغط عليها بصبعي نتوما، ونضعها في اللاط. نتوما كيف ما تشوفوا انا غنبقى هكا غدا مستمره. شي هكا الخدمه تجي خدمه نقيه ودغيا تتسربيو، من خير ما نكون مره ديروا وحده وتعاودوا تسوسو يديكم السكر. دابا هكا انا مستمره حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ونعاود نتلاقى معاكم.
كورتها كامله وفنتها كلها في سكر كلاصي. دابا غنحشيها في الفراره شان قبيلات سخون، غنقصلو العافيه وغنديرها من التحت طيبه طيب البهله حتى تشقق، غير تشوفوها تفرقعات طلعوها الفوق غير شويه، غير تشد راسها من التحت وحيدو حيت الا خليتوها بزاف الفوق غادي تجيكم يابسه، غير تشوفوها تشقات تفرقعات طلعوها الفوق تشد راسها وخرجوها من الفران. راه ما خصهاش مو 12 دقيقه تقريبا، راه ما تتكملهاش باش يبقى لكم مرطبه من الداخل. انا غنديرها وتتخرج ان شاء الله من الفران ونوريكم الشكل ديالها. هيا غريبه خرجتها من الفران، هانتوما كيف ما تتشوفوا الشكل ديالها كيف تيجي. كنتمنى منكم تتبعوا المراحل كيف ما عطيتهم لكم، ان شاء الله غادي تنجح لكم. شوفوا هانتوما تتجي مشقه كيف ما قلت لكم، ما تخليوهاش طيب بزاف في الفران. هانتوما كيف ما تتشوفوا الشكل ديالها راه مازال سخونه، ملي تخرجوها من الفران حاولوا ملي تكونوا تطلعوها للفوق ملي طيب لتحت هزوها غير بشويه باش ما يطلكمش السكر من الفوق، حيت تكون حساسه خدموا بها غير بشويه. نتمنى ان الشكل ديالها يعجبكم وحتى المذاق ديالها راه تيجي رائع. نتمنى ان غريبه معلكه ديال اليوم تعجبكم، والا نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعموني بلي لايك، وتنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم والتشجيع ديالكم، ونتمنى منكم انكم تبقاو دائما متابعيني. واللي بغى شي وصفه يطلبها لي في كومونتير ان شاء الله وغادي نقدمها له. بالنسبه لهاد الغريبه قدمتها لواحد السيده طلباتها مني، بغات غريبه معلكه، نتمنى منها الوصفه تعجبها، والى فيديو مقبل ان شاء الله وفرجه ممتعه.